السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا ازي حضرتك؟ الله يسلمك، الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بصراحة زوجتي بقالها فترة كده في ضغط نفسية وجسدية. نعم، ماذا قلت؟ بسم الله. زوجتي في ضائقة نفسية وجسدية كده بقى فترة، ودائمة الطلب الطلاق يعني، من وقت للتاني تبقى كره البيت وكره الأسرة يعني. اصبر عليها، الله يصبرك، اصبر عليها، بارك الله فيك. آمين يا شيخ. طب احنا بقى لنا شيخ، مش طالع عليك برضو، احنا بقى لنا فترة يعني الحمد لله مداومين على الأذكار وقراءة سورة البقرة وطبعا الصلوات الخمس الحمد لله يعني، وانا الحمد لله من حفظة القرآن يعني الحمد لله. في حد اشار علينا ان في شيخ في القاهرة يعني في رقية شرعية. لا تذهب لشيخ في القاهرة ولا لشيخ في الاسكندرية، انت تلجأ الى الله وترقي زوجتك بالمعوذتين مع سورة قل هو الله احد، مع الاستمرار في الدعاء والذكر، وان شاء الله المآل الاخير. والرسول يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء، فأوصيك وإياه بالإكثار من الدعاء والإكثار من ذكر الله. والشافي هو الله. نعم شيخ، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. لا تتعب نفسك ولا تروح لشيخ ولا الشيخ طلع عفريت ولا ركب عفريت من النمسا ولا من باكستان، انتهي عن هذا كله. أسألك الدعاء شيخ بذلك. بارك الله فيك، عافاكم الله وعافانا.